جلسة طارئة مساء اليوم واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة وقرر ما يلي: رقم واحد، رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم في حق لاعبي الأهلي وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية: أولا، عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم اخترنا بها، وبالمناسبة ده بره البيان، احنا عملنا حلقة قبل كده هنا في ملعب الأهلي خلال الفترة السابقة اتكلمنا فيها عن كل هذه الأمور، وقلت لحضراتكم لو تفتكروا الحلقة دي قلنا لحضراتكم من خلال هذه الحلقة ان كل اللي بيحصل ده بدون أي لائحة، وجبنا لحضراتكم ان هناك بعض الأمور اللائحية بيتم تطبيقها من اللائحة السابقة، وبعض الأمور اللائحية بيتم تطبيقها على النادي الأهلي من اللائحة اللي هي ما شفناهاش أساسا، لو حضراتكم تتذكروا هذا الموضوع. ففي النهاية الأمور واضحة جدا جدا جدا، أنا ببعت لاتحاد كرة القدم عشان يبعت لي اللائحة، يا جماعة أنا الموضوع بسيط جدا، ابعت لي لائحة أمشي عليها. ابعت لي لائحة أمشي عليها، حضرتك مش عايز تبعت اللائحة ليه؟ لغاية حتى هذه اللحظة مش عايز تبعت اللائحة. أولا، عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد كرة القدم منذ بداية الموسم 3 مرات، وأنا وريت لحضراتكم على الأقل جوابين بخصوص هذا الموضوع لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقى أي رد، علما بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفق للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.